دعاؤه عليه السلام في طلب السعادة: اللهم لا تخيب رجاء هو منوط بك، ولا تصفر كفا هي ممدودة إليك، ولا تذل نفسا هي عزيزة عليك بمعرفتك، ولا تسلب عقلا هو مستضيء بنور هدايتك، ولا تقضي عينا فتحتها بنعمتك، ولا تخرس لسانا عودته الثناء عليك، وكما كنت أولا بالتفضل فكن آخرا بالإحسان. الناصية بيدك، والوجه عان لك، والخير متوقع منك، والمصير على كل حال إليك. ألبسني في هذه الحياة البائرة ثوب العصمة، وحلني في تلك الباقية بزينة الأمن والسعادة، وافطم نفسي عن طلب العاجلة الزائلة، وأجرني على العادة الفاضلة، ولا تجعلني ممن تكله إلى نفسه، فالشقي من لم تأخذ بيده ولم تؤمنه من غده، والسعيد من آويته إلى كنف نعمتك ونقلته حميدا إلى منازل رحمتك. إنك على ما تشاء قدير، وميسر كل عسير، وكل عسير عليك سهل يسير.